أعزائي المشاهدين مساء الخير. راحت سنة بكل ما فيها، وجتنا سنة ويش يا ترى بيها؟ يسعدني في أول حلقة في العام الجديد أن أستضيف لأول مرة نجما من المغرب العربي، نجما لمع في سماء الولايات المتحدة، حيث شارك في إحياء عدة حفلات ساهرة متميزة ومنها The Arabian Night. بليز رحبوا معي بضيفي العزيز السيد سامي إحسان. سامي أهلا وسهلا فيك في البرنامج. أهلا وسهلا. Thank you for coming. سامي، إحنا منعرف إنك من منطقة المغرب العربي، والمغرب العربي هو موقع استراتيجي من أحلى المواقع الموجودة في العالم وأحلى بلد في العالم تعد، فلأنها بما إنها بتطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة والمحيط الأطلسي من جهة تانية، وانت خلقت وترعرعت ونشأت في المغرب. في الدار البيضاء. يا ريت تحكي لنا شوي عن حياتك وطفولتك وكيف بدأت مشوارك الفني. المغرب it's a beautiful place to be honestly. كازابلانكا، مراكش، اكادير، beautiful places and I really had a very good time in Morocco. يعني العيشة يعني affordable. والناس يعني الناس كتير يعني مضيافين وطيبين وبيحبوا الناس اللي جاي الزوار وبيحبوا يعني بكرموا الضيوف. المغرب شعب طيب، ويعني بلشت ابتديت يعني هنا وانا يعني تقريبا 12 13 سنة. كان السبب ان الظروف يعني حتمت ان نعيش في فتره من الزمن في حي شعبي، which is I love it. يعني كانت very good experience and very good يعني عشت في هذا الحي اللي كنت عايش فيه. كان فيه مجموعه موسيقيين يعني كان professional يعني كان في يعني singers، يعني كان في عود player، violin، guitar، وكان في محل يعني بيت بيأجر equipment for موسيقى. وكنا دائما يعني بنجتمع احنا يعني ابناء الحي وبنلعب موسيقى اولاد الحارة وكان في very talented people، يعني من ضمنهم واحد اسمه جمال وواحد اسمه حسن. كانوا ساكنين في نفس الحي اللي كنت ساكن فيه انا، حسن الله يرحمه. We learn from these people and that was actually my beginning. Yeah. That's how you started. يعني مش إنك أخذتها من أبوك أو من العيلة أو تورثتها من أهلك. أنا أمي كانت بتغني. صوتها كان حلو. Yeah, thank you for mentioning that. Yeah, أمي كانت بتغني في الجامعة. اللي لما كانوا بيدرسوا في. كطالبة في جامعات الراقيين، يعني فيها مجموعة صوتية بيغنوا، وكانت أمي صوتها كتير حلو الله يرحمها. الله يرحمها. وكنت لما بسمعها بتردد أغاني يعني فريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم، وكنت دايما بسمع، بس عمري ما أخذت يعني شيء يعني professional way. حتى لما احتكيت مع يعني هاد الجماعة اللي كانوا في الحي يعني. وبنفس الوقت أنت علمت نفسك بنفسك يعني. يا أنا أول شيء ما درست موسيقى يعني في من قبل، يعني أنا درستها من بعد يعني بعد لما تعلمت يعني درست موسيقى يعني. برافو. هلا أنا بعشق طبعا الموسيقى المغربية، شو راح تغني لنا أول أغنية؟ مغربي؟ يس. نقول نغني علاش يا خزيري؟ يا أغنية very nice. علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت في حالك كيفاش النوم يا حلالي؟ علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت في حالك كيفاش النوم يا حلالي؟ وعلاش يا الليل خليتني هاين؟ وعلاش يا الليل
ظهر روحك حبك يا الضن ظهر روحك سكن في الضواي كويتني وعديتني كل علاش مشيتي وخليتني كل علاش كويتني وعديتني كل علاش مشيتي وخليتني كل علاش كل علاش النوم ما حلاش وقول علاش النوم ما حلاش وعلاش يا غزالي. It's a beautiful song, really. سيد سامي, عرفت انك في عندك خبره صغيره مع التلفزيون وانك كنت مشترك في برنامج. ايوه, ممكن تحكي لنا عنه وشو اسمه وامتى بلشته في المغرب؟ كان I believe it was in 1995 or 1994. يعني كانت تجربة كتير حلوة وكنت أنا من ضمن يعني الأصوات اللي اختاروني يعني نغني في برنامج اسمه حظك هذا المساء. هو كان it's very simple يعني principle يعني it's just like two families. أوكي. يعني عائلة رقم واحد وعائلة رقم جوج وكان كل واحد فيهم يعني بغني انا مقطع وبنساله يعني مين صاحب الاغنيه او just I play music. Yes. Just music and they need to figure out like either way the singer or مين صاحب الاغنيه. مين صاحب الاغنيه. وكان معي عبد العظيم الشناوي ونزار هم اللي كانوا بيقدموا البرنامج وكانت تجربة كتير حلوة يعني و really enjoyed it واستفدت منها كتير. كتير حلو. طيب إيش أول أغنية غنيتها؟ I believe حاجة لصباح فخري ابعت لي جواب ولا فوق النخل يعني ابعت لي جواب كتير حلوة نقدر نسمعها منك اليوم. Yeah sure. أنا بحب الأغنية كتير لأن الوالدة كانت بتحبها. أوكي. أغنية صباح فخري الفنان السوري المعروف طبعا هو ربح جائزة لما غنى 10 ساعات متواصلة ما شاء الله ودخل اسمه في الجينيس بوك أوف ريكورد. يعني فنان وهو يعتبر هيز ان ايكون يعني في العالم العربي مزبوط. فإحنا فخورين فيه. عتاب عتاب لا تحرمني ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب يا سيدي والله ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 طمني إيه 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 إيه
غيابك طال وبستنى قلبك ما تتهنى غيابك طال وبستنى قلبك ما تتهنى هويت ونسيتني وعليا جانيت ومرعت لي وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جانيت ومرعت لي وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جانيت ومرعت لي وإن كنت هويت ونسيتني عليا جنيت وما رأيت لي ابعت لي جواب 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 وطمن. صباح فخري معروف بالموشحات والقدود الحلبية. كان في مقطع ثالث يعني حيكون شوية عالي يعني بس احنا ما بدنا نحميها يعني بنخليها لغير مرة. طيب أستاذ سامي شو كمان بتعمل غير الغناء؟ أنا هلا بشتغل في أبل وعندي سمول كافي شاب. عندنا سمول كافي شاب. بتغني بالكافي شاب ولا مش نايت كلاب؟ لا. أوكي أوكي. طب وين بتغني محلات تانية يعني بالبلد على أساس إذا في ناس بحب يجي يشوفوك؟ بغني يعني برايفت باريز يعني حفلات. sometimes بغني في مطعم اسمه تنورين بسان ماتيو. سان ماتيو ده صاحبه صاحبي بول. اها yeah he's yes, a very nice yes, guy yes yes. وبالنسبة للأريبيان نايتس تقريبا يعني أنا عرفتك من الأريبيان نايتس. حفلة كتير مشهورة وبلشت على مستوى أعلى. بلشتوها قبل سنتين. هل هي بس للمغاربة يعني بس للكوميونتي المغربية ولا؟ No, for everyone. Okay. Yeah, for everyone. So that's why يعني when I am there يعني I would try to sing like everything like try to sing Moroccan. Try to sing like Arabic. شو كمان languages بتغني لغات تانية؟ بغني يعني فرنسي. بغني إنجليزي. شوية Spanish يعني. Spanish. شوية. Bravo bravo. طيب شو رأيك نسمع أغنية فرنسوية؟ Yeah على عيني. Thank you. أنا بحب شارلز نافور. Okay. بس هلا انا ممكن بس اعمل اغنيه بيطلبوها كثير في الحفلات بتاع جوداسان. اوكي تتان اي سي تو نيكزيستيت با دي موا بوكو جيكزيستيراي يا Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui ne revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Des passants
t'endormir dans mes bras, que je ne meurrai jamais. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui ne revient pas. انا ما بحبش اطول لان لو طولت في الاغنيه ممكن هالبرنامج يصير فيه جوج اغنيتين يعني ننوع شويه يا لازم ننوع. هلا بدنا ندخل في التربي اكثر شوي وتقولنا مين من الفنانين العمالقه القدم اللي اكثر شيء تاثرت في اغانيهم وبتجيد الاغاني تبعتهم. يعني بجيد الاغاني كلهم مش ممكن اقول انا بجيدهم كلهم يعني it's صعب يعني it's very hard when you sing like a lot of kind of music يعني فرنسي انجليزي اسبانيش عربي جزائري مغربي مصري لبناني واجيدهم بنفس ال بس انا يعني بحاول يعني ترضي جميع الأذواق. أرض يعني أنا بحب صباح فخري، بحب وديع الصافي كمان. وديع الصافي. وديع الصافي. جميل. It's a beautiful, amazing like صوت ورينج ما شاء الله يعني عنده مساحة صوتية رائعة. صاحب الحنجرة الذهبية. يا جورج وسوف كمان من الفنانين اللي بحبهم. عبد الحليم. عبد الحليم حافظ أكيد. أم كلثوم عبد الوهاب. مدرسة. يا. هدول. يا. طيب مدام هيك في معنى طبعا وقت كفاية نسمع لوديع الصافي من إن شاء الله لأم كلثوم كمان، شو بدك تغني لنا لوديع الصافي؟ أنا يعني ممكن أغني ممكن أغني الليل يا ليلى ولا عندك بحرية ولا يعني في كثير أغاني أوكي. حلوة عندك بحرية شوية حماسية يعني يعني معلش حيعلى شوي الإيقاع بس يعني ما يعني بمشي الحال والكل بيعرف إنه صوت وديع الصافي صوت نادر ومتميز يا أبو فادي أنا عندك بحرية يا ريس صبر وشنقية يا ريس عندك بحرية يا ريس صبر وشنقية يا ريس أوي بحر كويس يا ريس وصلني حبيبي يا ريس ودخلك يا هوا الشمالي دخلك يا هوا الشمالي نيراني الهوا الجزالي ودخلك يا هوا الشمالي نيراني الهوا الجزالي ودخلك يا هوا الشمالي نيراني الهوا الجزالي والفرقة تخطر على بالي زماني وليالي برضو على بالي يا ريس برضو على بالي يا ريس عندك بحرية يا ريس
الشرقية يا ريس أو البحر كويس يا ريس وصلني حبيبي يا ريس لك ريحة أراضينا عم بتنادينا ريحة صافي كان من أجمل العمالقة الفن اللبناني التربي. طبعا راح نعمل ختامها مسك مع أي إشي للسيدة أم كلثوم لكوكب الشرق. أوكي. ممكن نقول أنا في انتظارك ولا شو بدك أنت يعني سيرتي أنا بحب سيرة الحب سيرة الحب أوكي yeah. اي لي يا عيني يا 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 لي لي يا عيني طول عمري بخاف من الحب وسرة الحب وظلم الحب كل أصحابه وبعرف حكايات مليانة أهات وبعرف حكايات مليانة أهات ودموع أنين والعاشقين دابوا ما تابوا دابوا ما تابوا طول عمري بقول لنا قد الشوق شوق وليالي لنا قد الشوق الشوق يا سنة وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه أو قابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي ما عرفش ازاي حبيتك ما عرفش ازاي يا حياتي وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي ما عرفش ازاي حبيتك ما عرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب لقيتني بحب ودود
في حب من همسة حب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في حب وادوب في حب وصبح وليل وليل على بابه. برافو ثانك يو سو ماتش. يعني عندما يلتقي الصوت الجميل والابداع والاغاني الحلوه احنا جماعه شغل مش بس حكي صح. الله يخليك. شكرا كثير كثير وان شاء الله يكون الجمهور انبسطوا بوجودك. وبحب اذكرهم انه الاسبوع الجاي راح يكون بارت 2 مع الفنان سامي إحسان. بليز تابعونا وراح يغني عربي وفرنساوي وسبانيش وجزائري ومغربي ومصري وبتاع كله. شكرا كثير. ثانك يو فور واتشينج. سي يو نيكست ويك. That was good, man. Good evening and welcome to ATV. I'm Suad Asfour, your host. My very special guest this evening is Sami Ihsane. Sami was our guest last week, and this week we are gonna shoot in English. And he's with us tonight to talk to us about his singing and his future singing in English. Hi, good evening. How are you? Fine, how are you? Good. Mr. Sami, what are you gonna sing for us in English? I heard you sing in English, you sing in French, in Spanish, and we like to start with something very, I know a couple of days ago, we lost one of our American singer, David Bowie, and then in 1977, we lost an icon, which is Elvis Presley. And I like these two singers. I was wondering if you know any songs for them that you can play for us tonight. Yeah, sure. What about Elvis Presley? Elvis Presley is one of the best. The king of rock and roll. أنا بيني وبينك يعني ما محضر حالي لغني English. بس if you don't mind, I can look at my phone to the lyrics and it's I can just follow the. Yeah. Because most of the song, they are just like. That would be fine. Okay. Wise men say only fools rush in. Where it's been
with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things aren't meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I falling in love with you. My God, this is very, very nice song. Elvis Presley, he changed the popular culture. Absolutely, yeah. And then he died at age 42. That was a big loss. He's a great singer, yeah, yeah. Definitely. Sami, I heard you made a couple of songs of your own. You made them, you wrote it, and انت لحنتهم. أنا لحنتهم و يا التلحين كلمات حتى كلمات يعني أنا كتبتهم. يعني هيدا المشكلة لما بتكون يعني بتكون شوية في بلد يعني بعيدة على الـ على الـ على بلدك ولا على اللغة العربية يعني ما بتلاقيش يعني كتاب كلمات او شعراء يعني ممكن يديوك يعني كلام وانت تلحنه وانت تغني ولا يعني here you have to do everything by yourself يعني لازم انت يعني انت تكتب كلماتك انت تلحن انت تغني انت تسجل. طب احسن لك يعني جبرت تكتب وتلحن وتغني لان ما فيش يعني لو في يعني مجال يعني واحد عايش في المغرب ولا في لبنان ولا في مصر ولا اي دول عربيه يعني في ما شاء الله يعني شعراء وفي كتاب كلمات وفي يعني بيدوك لحن يعني بتسمعه وانت بسرعه يعني ممكن تلحنه يعني especially when you know a lot of songs and you heard a lot of different varieties. Yeah. لما بتسمع هيك تشوف يعني تقرأ شعر أو كلام يعني بيجيك على طول يعني بيجيك لحن ولا بس للأسف يعني maybe in the future يعني ممكن يعني نلاقي شاعر تتعاون مع شاعر ناس كوي أخرين. Yeah, very good. طيب عندك أغنية راسي يا راسي والله يرحمك يا أمي. إيش المعنى behind يعني these songs؟ كيف كتبتهم وكيف فكرت فيهم؟ يعني هذه الله يرحمك يا أمي يعني أغنية حزينة يعني هي بعد أمي ما توفت يعني كنت يعني بتأثر بوفاتها يعني حسيت بهالكلام يعني وغنيته يعني it's a slow song but it's actually beautiful بس يعني إنه كله طلع من تعبيرك من مشاعرك yeah, نحو exactly, أمك yeah. راسي يا راسي يعني راسي يا راسي غير خليني ناسي يعني يا راسي يا راسي بيقول يعني خليني أنسى يعني ما في شيء يعجب ما في شيء ترغب فيه يعني he's talking about somebody like his he doesn't like his situation right now or yeah بس أنا لقيتها بتنطبق مع العصر اللي إحنا عايشين فيه بالوقت الحالي. Yeah, it's يعني it fits perfect with today's music. Exactly. Yeah, I like the left ولا Spanish music بحب هيك yeah, أعملها في الأغاني. It looks like it has combination of different variety of music. في كثير من الأغاني يعني بيستعملوا هاللون يعني إذا يا رايح أغنية جزائرية يعني نالت إعجاب كثير من أكيد رح أطلب منك تغني لنا يا رايح بس قبل هيك بدنا أغنية من أغانيك الخاصة والله لو يعني لو متذكرها يعني إذا بتحب يعني تسكبت وتغني لنا جزائري برضو ممكن أغني منها مقطع صغير Thank you.
راسي يا راسي غير خليني ناسي ما بقى ما يعجب ما بقى ما ترغب ما بقى ما يعجب ما بقى ما ترغب وراسي يا راسي غير خليني ناسي وراسي يا راسي غير خليني ناسي ما بقى ما يعجب ما بقى ما يرغب ما بقى ما يعجب ما بقى ما يرغب بحال الناس ونرجع لبلادي مرفوع الراس وراسي يا راسي غير خليني ناسي راسي يا راسي غير خليني ناسي ما بقى ما يعجب ما بقى ما ترغب ما بقى ما يعجب ما بقى ما ترغب وراسي يا راسي غير خليني ناسي ما بقى ما ترغب ما بقى ما يعجب ما بقى ما ترغب كثير حلوة سو هاي كانت من ألحانك وتأليفك وكلمات وكل شيء. الأغنية هي كثير حلوة لما تسمعها مسجلة طبعا معلش هذا شورت نوتس أعطيناك. قبل ما ننتقل للأغنية الجزائرية بدنا نحكي شوي على الغربة وكيف يعني من يوم ما اجيت انت تركت بلادك عشت 26 سنة في المغرب بعدين جيت على أمريكا غيرت بلاد كتير في أمريكا ولا دغري جيت على كاليفورنيا؟ أنا يعني قبل يعني عشت 6 سنين في نيويورك نيويورك it's very nice place to be beautiful a lot of things going on and you enjoyed your life California it's more quiet more beautiful weather, beautiful, very nice. يعني حتى people they are like both. يعني بس نيويورك is a little bit بتحس فيها حماس أكثر وبتحس فيها يعني يعني بتروح على 42nd street بتلاقي يعني كل العالم يعني. يعني بالنسبة للاشتياق للوطن والغربة حسيت انك في بلدك الثاني اللي هي بسان فرانسيسكو بكاليفورنيا ولا كانت نيويورك ايش حبيت اكتر بالنسبة انك بعيد عن وطنك الاصلي definitely كاليفورنيا definitely كاليفورنيا يعني بتخفف شوي عن عناء الغربة كاليفورنيا انا especially يعني انا من النوع اللي بحب الطبيعة وبحب يعني nature وبحب أعيش يعني في يعني في climate nice or climate yes, and يعني والناس هنا طيبين yeah so it's definitely California it's the best كويس. Place to طب be طب وللبالغربة اللي هلا عم بيعانوا وبيشتاقوا للوطن شو بدك تغني لهم يا رايح يا رايح مسافر أي شيء اوكي حرك الحنين شوي حبلش بموال تفضل يعني هو ممكن يعني شوية لهجته يعني مغربية جزائرية بس هو it's beautiful
بس لو تسمعني فيه يعني ممكن تفهمي بس يعني ما تخليني أبكي. لا 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 يا غربتي في بلاد الناس وجميع اللي دوز يقول غريب وبراني أنا اللي كنت في الضا ورجعت نحاس أنا اللي كنت في الضا ورجعت نحاس والثوب اللي لبسته هو اللي عراني العافية. شو رأيك بال يعني الفرص للفنان العربي لما بيجي على أمريكا؟ يعني أنت يعني ما شاء الله عليك انشهرت و you're doing very well. بس هل الفرص هنا المتواجدة أكثر كاليفورنيا ولا أصعب؟ يعني honestly يعني صعب فنان يعني you can make it في كاليفورنيا في بلد أجنبي. لو بتغني different language يعني English and you are very good and you يعني you are updated with this new song and all that, yeah, you can definitely if you are like a composer or you are like في واحد مغربي يعني اسمه Redwan, he's one of the best composer in USA. ويعني but as a singer or if you sing Arabic or I don't think so you can make it. It's actually very hard. Okay. It's actually very hard. Yeah. Because you need to come up with your own song, like you said, and بدك يعني لازم واحد يغني يلحلك وكلمات و it doesn't matter that you have a beautiful voice, you can get famous. لو بتشارك في البرنامج اللي بنشوفه هل
في التلفزيون يعني زي هذا سوبر ستار ولا ذا فويس، يعني هذا ممكن يوصلوا الواحد للعالمية، يوصلوا الناس يعني، لأن كله يعني إعلام وشهرة صعب. Yes, I agree with you. مزبوط. غنيت لنا جزائري، غنيت لنا مغربي، غنيت لنا إنجليزي، بدنا نسمع أغنية maybe Spanish. Spanish. صغيرة، لو شوي صغيرة. ممكن بس هيك كلام يعني. Yeah. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. That's not very long. ممكن نلعبها يعني. بس يعني بلشت لنا بالأغاني الرومانسية، خلينا هلأ نتذكر عبد الحليم شوي وأغاني الحب والغرام اللي انشهر فيها. شو رأيك بعبد الحليم وأغاني؟ قديش تأثرت فيه؟ Most of his songs they are amazing. غني كتير بتجنن وكتير حلو. شو محضر لنا اليوم نسمع؟ عبد الحليم يعني it's the same thing as أم كلثوم، يعني he has like a huge library يعني. بس ممكن نقول ممكن نغني جانا الهوى. جانا الهوى حلوة للعندلي بالأسمر. هادي عصور يعني، شوف أنا وش ممكن نغني عصور لأنه شوية واطي، بس يوجد اللي بنغنيها على الله. بس معلش. نجرب هلا يعني، نجرب هلا. جانا الهوى، جانا ورمانا الهوى رمانا. ماشي حالك. يس يس. جانا الهوى، جانا ورمانا الهوى رمانا. ورمشي الأسمراني شابكنا بالهوى، ورمشي الأسمراني شابكنا بالهوى. أما رمانا الهوى ودعسنا، اللي شابكنا يخلصنا، اللي شابكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. يا حبيبي شغلنا، يا ضياما شغلنا، يا حبيبي شغلنا، يا ضياما شغلنا. ما تقولي واخدني ورايح فيني، يا راميني سحري عليك، تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد، ولا انت مين ولا عالفرح موديك. انا بسأل ليه بحتار كده ليه، بكرة الأيام حتوريني. خلينا كده على طول ماشيين، مرمانا الهوى ودعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. ده حبيبي شغل يا با
بيابا شغل بالي أدا حبيبي شغل بالي يا بيابا شغل بالي هيا بيابا شغل بالي أمل أمال الهوى والعزنا واللي شبك داي خلصنا أمل أمال الهوى والعزنا واللي شبك Thank you. That's very beautiful. شو بيعني لك الأمل؟ يعني الحياة عشان تستمر الحياة لابد من الأمل. لو ما في أمل قدام وما في يعني مش ممكن نستمر. يعني إحنا دائما بنعيش وعشان على أمل يعني حياتنا تتحسن. و وقديش بتحب المغامرة؟ كتير. أنا كتير بحب المغامرة. مغامر كتير. يعني أنا تقريبا يعني أشكر الله أني قاعد معاك هلا يعني 3 مرات وأربع مرات يعني كنت حغرق في البحر كنت مجنون. بتحب الصيد؟ بحب أغامر كتير وبحب الصيد سمك ويعني هايكين بايكين. شو حكمتك في الحياة؟ الحكمة اللي بتحب تنصحها تعطيها إذا نصيحة للناس؟ نصيحة يعني إنسان يكون يعني يكون قلبه أبيض وحب الخير للناس يجيه الخير هو كمان. يعني دائما يعني think about people, let's do better, let's do the best, like to help people وساعد الناس والصدقة ونساعدوا إخواننا العرب يعني وإن شاء الله يعني لما بتعمل خير الله بيديك خير all the time. طبعاً دائما نتمنى يعم السلام في الشرق الأوسط في البلاد العربية كلها إن شاء الله. احكي لنا بآخر البرنامج المحلات اللي يعني إيش عندك حفلات عن قريب من جاي؟ يعني في 3 حفلات يعني حيكونوا في سان هوزي yeah. وفي كمان مارش حفلة في سان فرانسيسكو وهلا يعني لسه حكيت مع واحد صديق عنده مطعم حلو لسه فتحه so we thinking about to do like twice a month once a month like حفلة هيك عنده وما كنا الحالي يعني حيكون معي شوية أصدقاء يعني واحد بالدربكة واحد بالفايلن لما بتكون هيك مجموعة بيكون تقريبا بيكون أحسن بس أنا الحمد لله يعني هيك يعني بخلص حاليا كويس. احنا بنتمنى لك التوفيق دائما. أنا رح أنهي البرنامج بس بتقدر تعزف لنا أي شيء بدك بالأوقات المتبقية. شكرا. Thank you for watching. I'll see you next time.